الإعلام والاتصال وعلم المكتبات. اليوم على مجموعة من الخلايا هي يتم منها النازيف، والذي يتم اهتمامات الطلبة، فجمعنا مجموعة من الشرائح بما فيها سيبوس للعنابة وصلينا عن مصر جريدة المحاور، هضم بعض الجرائد العمومية بالإضافة إلى جرائد خاصة. هذه رابعة جريدة الخبر، وهذه جريدة الصحراء مهتمة بقضية الصحراء. نعم سيدي. وكذلك جمعنا بعض الأرشيف منها مذكرات التخرج وبعض التقارير التخصصية وكذلك البحوث الخاصة بالإعلام والاتصال وعلم المكتبات. كذلك جمعنا بمجال السمعي البصري هنا بعض الكاميرات والتصوير، هنا بعض إبداعات الطلبة من رسومات حصل صنعها الطلبة. يعني الناس بتاعتك هي تم الجانب البيئي على مجموعه من الطاقه اللي هتروح في البلدان تحت، ومضرب ان شاء الله رانا قاعدين نفرزوا فيه. شكرا. مع الاسم الذي عند اخر كما هنا رانا نشوفوا كما في حديقة كرامات، وعندنا عن قدم صالوية نحبو فيها عن السبت على الوضع تاع المسكوبيات، هذه نبقاوها يخدموا بها في الزيت تاع الضاروي، يخدموا يكتبوا بها المناطق العسكرية والمناطق الأثرية، مثلها بان نشوفوا مثلا العملة ولا الطريقة تاع الاسكوراها نظيفة ماهيش نظيفة، وهذا مع الفخار. مع الكونفيرماتور نحسبوا به العمق نتاعو ولا اسمه القطر نتاعو كيما هنا والسوق نتاعو هو كاس رابع سنتي بهذا. هذه خريطة جغرافية. ماكسيميانوس كاليانوس، هذا اسم ثلاثي يعني صفة ثلاثية يعني مواطن، بادر يعني كان يعني منها نفهم بلي كتب هذا الولد في المناقشة هذه، فيكسيت انيس عندك.